وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، نشهد حقًا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وكل من صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ربنا تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويصف أصحابه رضوان الله عليهم بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سلط الضوء على كلمة رحماء بينهم، وهذا يقتضي أن يكون المسلمون أمة يتكافل أفرادها فيما بينهم، الغني يساعد الفقير، والقوي يساند الضعيف، والصحيح يواسي المريض. وهذا كله من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وخير الناس أنفعهم للناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل إليه سيدنا معاذ بن جبل عندما كان واليا على اليمن، أرسل إليه أموال الزكاة إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة. فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أنه أرسل إلى معاذ يقول له: ما أرسلتك جابيا ولا آخذ جزية، وإنما أرسلتك لكي تأخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. يقول معاذ رضي الله عنه: فلما فعلت ذلك، أي أخذ من الأغنياء ورد للفقراء في نفس المكان، يقول: فما وجدت بعد ذلك أحدا يأخذ مني شيئا. هذا هو التكافل الاجتماعي الذي نريد أن يتحقق على أرض الواقع بين المسلمين في كل مكان. ولو تحقق لما وجد فقير على وجه الأرض، ولو أخرج كل غني زكاة ماله ما وجد فقير على وجه الأرض. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم يثني على جماعة من المسلمين. هؤلاء الجماعة طبقوا التكافل الاجتماعي بينهم على أرض الواقع.
هم الأشعريون، الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري. والخبر رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أبو موسى الأشعري: إن الأشعريين قوم إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة، نفد ما معهم إذا كانوا في غزو أو قل الطعام وإن كانوا في المدينة، ماذا يفعلون؟ يخرج كل واحد منهم ما كان في بيته، ثم يجعلوه جميعا في ثوب واحد ويقتسموه بينهم بالسوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا لهؤلاء الناس: فهم مني وأنا منهم. لماذا؟ لأنهم طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حققوا التكافل الاجتماعي الذي نرجوه للأمة الإسلامية. هذا كله من باب التعاون والتراغم والتآخي بين المسلمين بعضهم لبعض. من الأحاديث أيضا التي في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ستة أشياء: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، طلب النصيحة فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذا كله من باب التعاون، ولو كان بالكلام. الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين قسم الناس في باب التعاون إلى أربعة أقسام، في باب التعاون فيما بينهم إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم يعين ويستعين، والقسم الثاني قسم لا يعين ولا يستعين، والقسم الثالث قسم يستعين ولا يعين، والقسم الرابع والأخير قسم يعين ولا يستعين. ما معنى هذا الكلام؟ القسم الأول تجد أصناف من الناس يعين ويستعين، يعين غيره على قضاء حوائجه ويستعين بغيره في قضاء حوائجه. يقول الإمام الماوردي: فهذا رجل منصف عادل منصف يعين ويستعين. القسم الثاني قسم لا يعين ولا يستعين، فهذا رجل متروك، لا هو عدو يخشى ولا صديق يرجى. القسم الثالث قسم يستعين ولا يعين، يستعين بغيره للمصلحة، يأخذ المصلحة من غيره، ولكنه لا يقدم يد العون لغيره، فهذا رجل لئيم ينتفع ولا ينفع غيره. القسم الرابع والأخير قسم يعين ولا يستعين، قسم يعين غيره، كل الناس يعينهم لكنه لا ينتظر العون من غيره، فهذا هو أكرم الأصناف على الإطلاق، هذا رجل كريم الطبع كما قال الإمام الماوردي. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكونوا عباد الله إخوانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجميل سيدنا النبي وجميل، قمر 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 سيدنا النبي قمر.